السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ أحمد رجب، معلم الكيمياء بشركة آفاق التعليمية. إن شاء الله الفيديو هذا هيبقى عن الاتزان الكيميائي، درس تحصيلي كامل بأسئلة التحصيل كاملة. يعني إيه اتزان كيميائي؟ أولا، الاتزان الكيميائي، لما نيجي هنا الاتزان الكيميائي هذا هو حالة التفاعل التي تتساوى عندها الأمامي والعكسي، سرعة التفاعل الأمامي والعكسي أهو. اتزان كيميائي حالة التفاعل التي تتساوى عندها سرعتا التفاعل الأمامي والعكسي، يعني اللي رايح أهو بتلاقي سهم زي كده أهو، شايف السهم ده كده رايح جاي، اللي رايح قد اللي جاي بالظبط. في حالة إن التفاعل بيحدث في اتجاه واحد بنسميه تفاعل مكتمل، في اتجاهين بنسميه تفاعل عكسي. بس كده سهلة جدا جدا جدا. يبقى أقول على اتزان إمتى؟ اتزان لما يبقى سرعة الأمامي بتساوي سرعة العكسي، بس سهلة. هنا بيقول لي تفاعل يحدث في الاتجاهين الأمامي والعكسي، ده على طول تفاعل إيه؟ عكسي، اختيار رقم بي، تفاعل عكسي. 23 بيقول لي حالة تتساوى فيها سرعتي التفاعل الأمامي والعكسي، تمثل إيه؟ بتتساوى فيها الأمام والعكسي، يبقى ده اتزان كيميائي. اتزان إيه؟ كيميائي. هنا بيقول لي في حالة الاتزان الكيميائي تكون سرعة التفاعل الأمام والعكسي، السرعة تبقى إيه؟ لما يكون في اتزان متساوية. أسئلة كلها شبيهة ببعضها، سهلة جدا جدا، لا تحتمل أي خطأ بإذن الله. نخش على جزء بيقول لي هنا قانون الاتزان الكيميائي. يعني إيه قانون الاتزان الكيميائي؟ أنا عندي حاجة اسمها ثابت الاتزان. ثابت إيه؟ الاتزان، ركز معايا في القانون ده هنا على اليسار. ثابت الاتزان ده بنسميه كي اكوليبريم، كي ايه؟ اكوليبريم، يعني ثابت الاتزان بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، تركيز النواتج على تركيز ايه؟ المتفاعلات. ركز معايا، تركيز النواتج فوق، تركيز المتفاعلات تحت، صح ولا لا؟ في المقام. الكي اكوليبريم دي بتساوي واحد اذا كان التفاعل متزن، يعني الامامي اللي فوق قد اللي تحت، صح ولا لا؟ النواتج قد المتفاعلات. امتى يكون اكبر من الواحد؟ لو النواتج اكبر، تركيز النواتج اكبر. وامتى يكون اقل؟ لو تركيز النواتج هو المتفاعلات هو اللي اكبر، اللي تحت هو اللي اكبر. بس هنا بيقول لي قانون الاتزان للتفاعل الكيميائي، التفاعل ده هو عايز قانون الاتزان. ركز معايا ان قانون الاتزان دايما بنحسبه للغازات. نحسب كده النواتج فين؟ النواتج اهي، مش دي نواتج؟ يبقى تقول له هنا تركيز الاوتو في تركيز ال H2O تربيع، لان هنا اتنين اهي، هنا في اتنين اهو، صح ولا لا؟ يبقى تركيز ده في ده تربيع، تقسيم ده تربيع، يبقى الاختيار رقم دي، الاختيار رقم دي بمنتهى السهوله. طيب اداني مساله بقى، احسب قيمه الكي اكوليبريم للمتزن ده. احنا دايما الكي اكوليبريم بيساوي نواتج اهي، يبقى تقول له تركيز ال NO2 تربيع، لان هنا في اتنين NO2 اتنين اهي، يبقى تربيع تقسيم تركيز ال N2O4 بس. يبقى تقول له ال N ال N2 بكام؟ 2 في 2 اهو، ادي 2، يبقى 2 تربيع بكام؟ ب 4، 4 تقسيم 1 ب 4، يبقى الكي اكوليبريم بتساوي كام؟ كي اكوليبريم بتساوي 4، بتساوي ايه؟ 4. سهلة جدا، ما فيهاش أي حاجة. أهم جزء في الاتزان الكيميائي طبعا بنبقى عارفينه، اللي هو قاعدة لو شاتيليه. هنجيها دلوقتي. بيقول لي هنا القيمة العددية لنسبة تراكيز النواتج إلى المتفاعلات، دي بنسميها إيه؟ لسه قايلينه، اسمه ثابت إيه؟ ثابت الاتزان، ثابت إيه؟ اللي هو كي إكوليبريم، قيمة عددية لنسبة تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. طيب إذا كان تركيز المتفاعلات أكبر على طول، يبقى الكي أقل من الواحد. شفت؟ شفت أنا شاطر إزاي؟ ما كملتش السؤال. إذا كان تركيز أهو، إذا كان تركيز المتفاعلات أكبر يبقى أقل من واحد، اللي هو الإجابة دي. طب لو كانت المتفاعلات أصغر يبقى كي أكبر من واحد على طول. يبقى إحنا نركز على كلمة أصغر وأكبر أهي. هنا إذا كان تركيز المتفاعلات أكبر في الحالة دي إن لازم يبقى أقل من واحد. طب لو المتفاعلات أكبر أصغر يبقى كي أكبر من الواحد. هنا بيقول لي إذا كانت، السؤال اللي بعده، بيقول لي هنا سؤال سهل جدا جدا ما فيهوش حاجه، بيقول اذا كانت الكي قيمه الكي اكوليبريم
اهو، اذا كانت قيمه الكي اكوليبريم اللي هي دي عند الاتزان الكيميائي للتفاعل ده ذات قيمه كبيره، ذات قيمه ايه؟ كبيره. طيب في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ فان ذلك يعني ايه؟ ان النواتج اكبر. برافو عليك، انا سامعك، ان تركيز النواتج اكبر، قيمه كبيره، يبقى اكيد الكي اكوليبريم يا اخوانا بيساوي نواتج على متفاعلات، تركيز نواتج على تركيز متفاعلات. عشان يبقى كبير يبقى لازم تركيز النواتج اكبر، طب عشان يبقى صغير يبقى لازم المتفاعلات هي اللي اكبر. فاهمني كده؟ سهله. العامل الوحيد اللي بيأثر عليه ثابت التفاعل هو درجه الحراره. يعني السؤال بيقول لك العامل الذي يغير من قيمه الثابت ده هو درجه الحراره فقط. درجه ايه؟ الحراره. السؤال بعده بيقول اذا كانت المتفاعلات والنواتج حالاتها الفيزيائيه مختلفه مختلفه، فان التفاعل ده بنسميه ايه؟ مختلف يعني ايه؟ يعني مثلا حاجه سوليد اس وحاجه ال، حاجه يعني صلبه وحاجه سائله وحاجه غازيه. في الحاله دي بنقول ايه؟ انه في حاله اتزان غير متجانس، في حاله اتزان ايه؟ غير متجانس. ليه؟ لان الحاله الفيزيائيه ايه؟ مختلفه. اي طب لو الحاله الفيزيائيه نفسها يبقى ايه؟ حاله اتزان متجانس. سهله ولا صعبه؟ حاجه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هنا بيقول لي تغيير ثابت الاتزان في المعادله دي، المعادله دي اهي. عندي هنا جي وعندي هنا جي، عندي هنا ال. في الحاله دي ناخد ايه؟ خلي بالك، ركز في المعادله دي كده اهي. احنا بناخد ال، بناخد ايه؟ لو ركزنا هنا احنا بناخد الجي، سوري الجي دي والجي دي اهي. يبقى تركيز ده في تركيز ده تقسيم تركيز ده تركيزه ال، يبقى يتحذف، يبقى ايه؟ يحذف. هشرحها لك بالظبط على المساله عشان تبقى عارف ايه احنا ماشيين ازاي. هنا ركز معايا، ده ضرب ده تربيع، تقسيم ده، ده بيحذف خالص، بنحذف ده. ليه؟ لانه ال، احنا ما بناخدش ال، احنا بناخد الجي بس. يبقى لما تيجي تجيب الكي اكوليبريم بتساوي ايه؟ تركيز الاكسجين في تركيز الميه، تربيع اهو. الاختيار رقم بي، اختيار رقم بي، بس على طول سهل. واحد من الخواص التاليه ليس من خواص الاتزان، ايه هو اللي ليس من خواص الاتزان؟ ها؟ حد يقدر يقول لي؟ طبعا ليس من خواص الاتزان هو يزداد حجم التفاعل، ملوش دعوه بالاتزان. الاتزان بيهتم فيه ان النظام مغلق، النواتج في حاله اتزان والمتفاعلات تظل درجه الحراره. يبقى واحد من الخواص التالية ليس من خواص الاتزان، اي انه يزداد حجم التفاعل. حجم التفاعل ملوش دعوه، ده اللي بيأثر على حاجه ثانيه، مبدا لو شاتيليه. طيب نيجي لمبدا لو شاتيليه. مبدا لو شاتيليه ده مبدا مهم جدا 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 جدا، اسمح لي بقى نركز مع بعض شويه، جدا لا يخلو اي تحصيل منه صراحه. نركز على الجزء الايمن شويه اهو. مبدا لو شاتيليه مهم جدا 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 جدا، بيهتم بايه مبدا لو شاتيليه؟ العوامل المؤثره فيه التركيز اهو، الحجم والضغط اهم، درجه الحراره. ركز معايا، مهم جدا جدا، لازم تبقى عارف ان زياده التركيز مبدا لو شاتيليه بيمشي بمبدا ايه؟ اذا بذل جهد على نظام في حاله الاتزان فانه يؤدي الى ازاحه النظام في اتجاه يخفف. بالبلدي كده المليان يعطي للفارغ او للفاضي، يعني التفاعل بيمشي في اتجاه القليل، في اتجاه القليل او في اتجاه الضعيف علشان يقويه. يعني انا لو زودت تركيز اليسار التفاعل لازم يمشي في اتجاه اليمين، لو زودت اتجاه اليمين يبقى التفاعل يمشي في اتجاه اليسار. ليه؟ عشان يعمل عملية تعادل، يعمل عملية ايه؟ تعادل. هنا بيقول لي اي العوامل التالية من العوامل المؤثرة في في الاتزان الكيميائي، ايه اللي بيأثر في الاتزان الكيميائي؟ ضغط والحجم، تركيز، درجة الحرارة، جميع ما سبق، ما كل ده بيأثر، ما لسه قايل، كل ده بيأثر. ما أثر ارتفاع درجة الحرارة للتفاعل ده؟ ركز معايا. أول حاجة لو قال لي درجة الحرارة دي أصعب شيء فيها بقى. تبص على درجة الحرارة أهي. قبل السهم ولا بعد السهم؟ قبل السهم أهو، قبل السهم. في الحالة دي التفاعل ماص، التفاعل إيه؟ التفاعل ماص. لو الحرارة زادت إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ التفاعل هيمشي في اتجاه اليمين.
الاتجاه الناحية التانية عشان يقلل ايه؟ يقلل الضغط او الجهد اللي حصل، هيمشي في اتجاه اليمين، يعني ال NO2 هيزيد، زيادة كمية ال NO2 اول واحدة على طول، شوف حسن الحظ، زيادة كمية ال NO2. طب نقص كمية ال NO غلط، زيادة كمية هنا ال NO2 غلط، نقص في كمية غلط، لا هو هيمشي في الاتجاه ده، هيزود قيمة مين؟ ال NO2، او ممكن يقول لي يزيد في قيمة الكي، صح يزيد في كي ليه؟ مش النواتج هتزيد، النواتج لما بتزيد مش الكي بيزيد؟ اه الكي بيزيد. السؤال ممكن يجي بأي بأي جزء من الاثنين، فاحنا عايزين ايه؟ نبقى جاهزين لأي سؤال. طب هنا ماذا يحدث لو اتجه السهم إلى اليسار؟ السهم مشي لليسار في الاتجاه اليساري، في اتجاه الاي والبي، ايه اللي هيحصل؟ طبعا البي هتزيد أو الاي هتزيد، أو اللي على اليسار هنا هيزيد، أو اللي على اليمين يقل، صح ولا لا؟ ايه اللي هتحصل هنا؟ تزداد درجة الحرارة لو مشي كده؟ لا، أمال هيعمل ايه؟ لا. حد يركز معايا؟ هيمشي كده، يبقى اللي على اليمين ده يقل، سي تقل، دي تقل، الحرارة تقل، أو اللي على اليسار يزيد. طبعا لما جيت تبص هنا هتلاقي تنقص درجة الحرارة، طبعا تنقص درجة الحرارة ليه؟ لأن الحرارة هنا الهيت أهي، الهيت أهي أهي، في الحالة دي لو مشي في اليسار الهيت هتقل، هتقل ولا لا؟ هتقل يا أستاذ. طيب يبقى تنقص درجة الحرارة. حلو، لو جانا عندي تفاعل طارد للحرارة، أهو تفاعل طارد للحرارة، والتفاعل ده انا عملت عنده سحبت الحراره، سحبت ايه؟ الحراره. ايه اللي هيحصل؟ التفاعل طرد الحراره، الحراره الخارجيه زي هنا كده، لو سحبت منه الحراره ايه اللي هيحصل؟ هيزيد من اليمين، صح؟ هتتجه نحو اليمين، نحو ايه؟ اليمين، فتزداد النواتج ازاي؟ زي دي بالظبط. هنا الحراره ايه اللي هيحصل؟ لو سحبت الحراره من هنا ايه اللي هيحصل؟ التفاعل هيمشي لليمين عشان يعوض النقص، يعوض ايه؟ فتزداد النواتج، هتزداد صح، والحراره هتزداد، صح ولا لا؟ آخر سؤال، ماذا يحدث عند زيادة درجة حرارة التفاعل؟ درجة التفاعل ده مين الشاطر اللي هيقول لي بقى؟ أهو التفاعل ده لو زاد درجة الحرارة هنا فين؟ في النواتج، يعني التفاعل ده طارد، لو زادت درجة الحرارة التفاعل هيمشي، هيمشي عكس في اليسار، صح؟ يبقى لازم ده هتزيد، لازم دي تزيد، البي سي ال 5 دي تزيد، لان التفاعل هيمشي اليسار، يبقى نقول له يزداد تركيز البي سي ال 5. شفت اول اجابه اهي، يزداد تركيز البي سي ال 5 اللي ينتهي الدرس.